المازدا سي اكس 5 هالكروس اوفر اس يو في الحلو كثير اللي شفناه بالفتره الاخيره بالسوق اللبناني، رح نرجع ندور عليه بكل تفاصيله اكيد بأوتوفوكس بعض لحظات، خلوكم معنا. مسيو توني عبدو صار الى جنبنا تنحكي اكثر عن كل تراثات مازدا بلبنان وبالعالم كمان. توني كيفك؟ ماشي الحال. يعني بعرف بتروح لنا بالعالم لانه اسم الله عليك بتسافر اوقات وبتحكي وبتعمل محاضرات عن المازدا خاصه من دول الجوار، خاصه مع ام تي في اللي هي كل العالم بيحضرها. اكيد العالم. بقى اليوم كمان مره تراس جديد سي اكس 5، اكيد مش اول مره بأوتوفوكس، بس بعدها يعني اليوم السياره الحلو فيها انه متوسطه الحجم، يعني اللي بده اس يو في بالنص بين الصغير والكبير مزبوط عم بيجي دغري على سي اكس 5. هي انسب حجم هيدي، يعني من بعد دراسات طويله عملوها باليابان وخاصه المصممين تبع السياره لحتى وصلوا لهالقياس هيدا الميد سايز عم نحكي اس يو في، خاصه السياره عملانيه لانه كل شخص بده ياخذ الاس يو في 4x4 بده يكون عنده نشاطات واكتيفيتيز وعنده صندوق واسع من ورا عم بيكون وكلها من جوا سبيسي لتكون عملانيه، مش بس ديزاين حلو او انجن، فيها عملانيه اكثر واكثر السياره. على كل حال ديزاين حلو 100%، يلا بتكملوا بعض. كان نحكي عنه، عم نشوف هلا سايد فيو للسياره، لاينز مثل العاده مثل عادتنا مازدا، مش بس بزيح واحد او مطرح واحد، محلين ثلاثه دائما فيها من البدايه للنهايه. دائما عم نحكي بالاس يو في هيدا مع روكر بانل، عم بيكون بولد روكر بانل بلت ان عم بيكون موجود مع هاللاينز مثل عم نشوفه تحت، عم بيوحي انه السياره فيها السنتر دو جرافيتي عم بيكون مزبوط، يعني الكليرنس بالنسبه للطريق. في عندك الكونتراست هلا بين لون سونيك سيلفر والاسود عم بيكون كثير حلو، حلو كثير بالجانت، بالجانت عم بيكون كمان كثير مهم، والجانت مثل ما عم نشوف 3D 3D واجريسيف، عم تحسه بيعطيها لوك اجريسيف للسياره، الاثنين بتماشى مع الواجهه اللي هي كودو ديزاين 5 فولت بارز، عم بيكونوا لوجو كبير. عم نشوف نحن دائما لو نوز مع انه سياره فور ويل درايف، بس دائما عم توحي بالطابع الرياضي. حلو كثير هالكروم الموجود كمان، الطابع يعني ظهر وين ما كان عليها، خاصة الكروم العريض. جورج لما نضوي الأضوية هلا مش عم نشوف مضويين فيها، بتحسها المازدا عندها اليونيك سيجناتشر لما يضوي الضوء اللاد فيها مميز جدا، عم بيكون هيك دير دار الضوء عم بيكون كأنه هي مثل شعاعين عم تضوي منا عادية، بشوف تغمز منيح يعني. ايه نعم أكيد. يلا ننتقل هلا لداخل نشوف السيارة من جوا أكثر. توني قبل ما نحكي عن الداخل، عنا البوز ساوند سيستم السيارة، شغلة كمان بلس كتير حلوة بتنزاد على كل سيارة بطبيعة الحال، كل شركة عالمية اليوم بالساوند انجينير. خبرنا هلا أكثر عن الداخل، عنا تابلو كله يعني تحكم ديجيتال خاصة الاي سي ديجل، عم بيكون اوتو كلايمت كنترول ديول زون، عم يعطي حراره مختلفه بين الباسنجر والدرايفر سايد، عم بيكون دائما المقعد الشوفير مثل ما دائما عم نلاحظ بالمازدا بكل موديلاتها، الشخص اللي عم بيسوق عم بيكون فت بمطرحه وحاس حاله انه السياره له اهم شيء، والشخص اللي قاعد حده حاس حاله انفولد بالسياره، يعني بتشوف الاكرام منا هيك منحنيه، بتحسها عم بتشوفها، فيك انت تتحكم بالكوماندر فيها، حتى لو الشخص سايق بتصير انت حاس حالك انه انت عم تتحرك بهالسياره وتعمل كل شيء كانك انت سايق، وهيدي شغله حلوه يكون الشخص اللي قاعد عم يعمل شيء بارتنر درايفر، يعني هو كانه اذا بدك كوبيلوت يعني 100%، وبحس حاله انه هو بس قاعد رايح مشوار لوحده كباسنجر. عندنا كثير اشياء للحمايه، مثلا عندنا ايرباج اي بي اس، عندك السان روف كلاكجري ليذر سيتس الكتريك سيتس، عم بيكون في عندنا فويس كوماند لنحكي مع الشاشه بلوتوث على الستيرنج ويل، كروز كنترول، عم نحكي ب 3 سبوك ستيرنج دائما مع ليذر، عم يتماشى مع اللكجري بالسياره، تابلو جلد وسفنش، سيستم سبور كمان اذا بدنا نتحكم بالسياره اكيد بطريقه رياضيه اكثر طبيعي. والسيارة مثل ما عم لاحظ اهم شيء السبيس اللي عم يكون جوا، هيد روم لاك روم كل شيء، لانه الشخص اللي بده يكون قاعد بقلبه وهو مع عائلته بده يحس حاله انه مرتاح ويكون رايح مشواره مرتاح، مع البوز سيستم اللي كنت عم تحكي عنه جورج اللي هو دائما بتكلوا فيه بالمازدا بسيارتهم لحتى يكون الشخص اللي عم بيسوقها السياره يكون مش مزعوج، خاصه انه عندنا بلوتوث للميوزك وعندنا يو اس بي وهيدا ضروري يكون صوت نظيف طبيعي، وكيف اذا كان من شركه بوز. هيدا باختصار الداخل توني، نحكي هلا عن المحرك المازدا سي اكس 5. عم نرجع نشوف هالشكل الخلفي للسياره للسي اكس 5 الحلوه كثير، كروس اوفر او ميد سايز كروس اوفر اس يو في اليوم موجوده بالسوق اللبناني.
هون المحرك واحد كمان بلبنان. محركين عم بيكونوا محركين أوكي. عم نحكي بفور سلندر 2 لتر عم بيكون بال 152 هورس باور او 160 هورس باور سوري، وعندي 2.5 لتر اللي هو 188 هورس باور الموجود معنا بالحلقه اليوم اللي هو هاي اند عم بيكون. اكيد سكا اكتف دائما عم نحكي بتورك عالي 15% اقوى من غيره، بمصروف احسن بكثير من غيره اوكي، وهيدي تكنولوجيا جديده. بس كمان ما ننسى بس انه مش بس انجن، عندنا الشاسيه اللي هي كروس شيب عم بتكون لحتى تعطي حمايه مطلقه للسياره، خاصه انه اس يو في معرضه على الاكواع او شيء انه يكون في عندها ممكن تكون عندها ريسك، اللي بقلب السياره رح يكون محمي 100%، واكيد السياره بتامن له كل السيفتي اللي مطلوب. بيرفكت، يعني من ناحيه سيفتي من ناحيه المحرك عم بيكون نشيط جدا هالكروس اوفر اس يو في. هلا ما نحكي معك عن الديل، شوف شو الاوفر الموجود اليوم على السي اكس 5 بالسوق اللبناني. دائما عودتونا على سبيشال اوفرز سي اكس 5 اليوم كمان، يعني السياره كثير مطلوبه مثل ما حكينا، متوسطه الحجم من ناحيه الاس يو في. شو بعنا باي كاتيجوري من الاوفرز ماشيين؟ بعدنا بالصفر بالمية فايدة وطبيعي، أكيد مش مصرين فيه على سي اكس 5، وبعدنا بنفس الحماس، بعدنا عم نكون عم نرجع ندعي كل اللي عم يحضرونا يرجعوا يستفيدوا من الصفر بالمية فايدة، لأنه عم ينعاد لمرة تانية ومش دايما عم تمرق معنا لنقدر نفيد أكثر عدد ممكن من اللي عم يحضرونا. ليه على سي اكس 5 بالتحديد؟ لأنه بتشوف أنت كل السوق بلبنان هو ميد سايز اس يو في، ثلاث ارباع العالم عم تقني ميد سايز اس يو في، خاصة انه هيك سيارة اذا وفر فيها على 0% انترست بدل 3.9 عم ناخذ بلا فايدة 0% فايدة عم وفر $8,000 تقريبا او ما فوق على 5 سنين، وشغلة كثير مهمة. يعني انا برأيي حرام هالفرصة يعني تضيع عن الشخص اللي عم يحضرنا، خاصة عم نحكي بسيارة يابانية 100% مع ورنتي 5 سنين كيلومتراج مفتوح، يعني كل شيء مأمن وريحة البال موجودة، فري ترابل كار. حلو كثير توني الاوفر الصفر بالمية العاصفة المستمرة بعدها، اذا لا ما بعرف لامتى يعني، بس ان شاء الله تضل مستمرة كل الزبائن يستفيد، كل شخص حاب يشتري السيارة يستفيد من هالبيج ديل. ثانك يو على وجودك معنا، بنتشكر كل المشاهدين اللي تابعوا حلقة اليوم، اكيد كل يوم سيارة جديدة بأوتو فوكس على ام تي في، الى اللقاء.